مرحبا، معكم كوتش نينو. كتير لاحظت انه في صبايا لسه ما بيعرفوا انه عندهم مشكلة الانفصال العضلي، فبيبلشوا بيعملوا تمارين البطن وبيزيدوا المشكلة مشكلة. اول شيء لازم نفحص اذا عنا انفصال عضلي ولا، ولازم نعرف شو هو الانفصال العضلي قبل ما نبلش بتمارين البطن. ممكن يكون معك انفصال عضلي وانت مانك عارفي، وبدال ما تعملي تمارين للاستشفاء من الشفاء العضلي تزيد المشكلة، وهذا الشيء راح يكبر محيط البطن. ليش؟ شوفوا حبيباتي، هاي عضلات البطن بتكون هيك مسكرة على بعضها وماسكة الأحشاء، لكن مع الولادات المتكررة وضعف عضلات البطن بالإضافة السمنة الزائدة، يعني حتى ممكن الرجال يكون عندهم انفصال عضلي، بيؤدي هذا الشيء لانفصال عضلات عن بعضها وبعدها عن بعضها، وبالتالي تدلي الأحشاء للخارج. فبتلاقوا أنه بس تاكلوا بطنكم فورا بيطلع لبرا، أو بتلاقوا شكل غريب بالسرة لأنه ما في تحت عضلات، أو بتلاقوا أنه إذا أعطخت هيك لقدام انحنيتي ما عم تحسني تشدي عضلات بطنك وبطنك عم ينزل لتحت، فممكن يكون عندك انفصال عضلي، فبنصحك أنك تفحصي. رح أشرح لكم هلأ بطريقة بسيطة كيف تكتشفي إذا عندك انفصال عضلي. أول شيء رح نتلاح بهي الطريقة، نتني الركاب، نرفع راسنا شوي للأعلى ونشد عضلات البطن، تمام؟ منحط إيدنا من عند المعدة، منبلش لمس ونفوت إيدنا للداخل. منلاقي دايماً في جدار مانع أنه إيدي تدخل للداخل، حتى لو عندك دهون بعد الدهون في جدار بتحسي. ننزل لعند آخر عظم العانة، تمام؟ ونرد نطلع. هلا اغلبكم رح يلاقي انه ممكن ينزل شوي اصبع عند السره، ما في مشكله، لكن شوفوا لي تحت السره وفوق السره، هذا هو المهم بالنسبه لنا اكثر. هلا كيف نقيس عرض الانفصال؟ بنفس الوضعيه، المكان اللي شفنا فيه انه فيه انفصال بالعضلات، يعني نزلت ايدي يعني في فراغ، فبنفتل ايدنا بهي الطريقه ونشوف كم اصبع، اصبع، اصبعتين، ثلاث اصابع، اربع اصابع، تمام؟ نعرف عرض الانفصال. وهيك بنفحص الانفصال كل شهر وبنشوف احنا عم نتشافى منه ولا لا. كل شهر لازم تلاقوا على هاي التمارين انه رح ينغلق الانفصال من اصبع الى اصبعتين. تمارين الممنوعة للانفصال العضلي رح قلكم اياها قبل ما احكي عن تمارين الانفصال العضلي. شوفوا صبايا، بكل سهولة اي تمرين بتحسوا انه بطنكم عم بيبوز لقدام، معناتها في دفع للاحشاء للخارج، معناتها هاي الاحشاء كل ما اندفعت للخارج رح يزيد الانفصال. فمثل تمرين البلانك، مثل تمرين السكوات، ديب سكوات، تمام؟ شو بنعمل؟ بنخفف من الضغط. ففيكن تعملوا البلانك بس ترفعوا شوي المؤخرة للأعلى، أو سكوات ما تعملوا ديب سكوات، أنت لحالك عارفة. وأي تمرين على المتلقح فيه رفع بالكتاف كمان طلع، بس حسيت بطنك عم بيموز معناتها هذا التمرين غير مناسب لإلك، هاي بكل بساطة. هلأ راح أحكي لكم على التمارين راح تساعدك على الاستشفاء من الانفصال العضلي. جدا مهم تنتبهي على طريقة التنفس، اوكي؟ يلا، أول شيء رح نتلقح بهي الطريقة. دينا على جنب، رح نرفع إجرينا مع الزفير والشهيق بهي الطريقة. زفير، شهيق. تمام؟ تمام، برافو. زفير، وأنا عم بعمل زفير رح أشد عضلات البطن وأنا عم برفع إجري وأرجع شد. برافو. ممتاز، كتير منيح. كمان 8 مرات مع بعض. برافو، كتير منيح، ممتاز. التمرين اللي بعده رح نرفع الاجرتين مع بعض للاعلى مع الزفير والشهيق، بس ما بدي يصير في فراغ بالظهر، بدي ظهرك دائما لازق بالارض، تمام؟ رح نعمل زفير، إذا حاسة إنه ما عم تحسني تتحكمي بالظهر يكون لازق تماما بالأرض، ممكن تحطي لي إيديك تحت الورك،
برافو. ممتاز. تمام، كتير منيح. نرتاح شوي. التمرين اللي بعده راح يكون رفع الحوض للأعلى مع شد على أسفل الحوض. فراح ننزل ناخد شهيق ونرفع الحوض. انتبهوا، كتير بيخربطوا ناس بين اللندن بريدج وبين هاي الطريقة من التمارين، فبيرفعوا كتير للأعلى. أنا ما بدي أرفع كتير للأعلى، بدنا نرفع فقط الحوض. شوفوا كيف الطريقة، راح يتم رفع الحوض بهي الطريقة. شفتوا الفرق بيناتهم؟ مو هيك بس الحوض، زفير وشهيق، تمام، مع الضغط قد ما فينا وشد عضلات قاع الحوض. يلا شهيق، برافو عليك. زفير، هذا التمرين كتير بيساعد من التخلص من السلس البولي كمان، وبيساعد على تضييق الفتحة التناسلية. كتير بيشتغل عضلات قاع الحوض بالإضافة لعضلات البطن وتسكير الانفصال. زفير، نشد، شهيق، زفير، نشد، شهيق. برافو، كمان 4 مرات. ممتاز، كتير منيح. نرتاح شوي. تمام، التمرين اللي بعده راح اضغط بركبي على اجري وبنفس الوقت حاول اقرب اجري. يعني راح نعمل ضغط بهالطريقة ونرجع نفرد، ناخد شهيق وزفير مع الضغط. برافو. آخر 4 مرات. هيك بنكون خلصنا. أول شيء بدي إياكم ترخوا عضلات البطن، إنه نرفع إجرينا بهي الطريقة، ناخد شهيق وزفير. يعطيكم ألف عافية يا حلوين. مارسوا هاي التمارين بشكل يومي ومرتين فيكم تعملوها صباحا ومساء قبل النوم، وراح تلاقوا نتائج جدا جدا رائعة عن تجربي، متأكدة من هذا الموضوع. عملوه لمدة شهر وقيسوا لي عرض الانفصال كم أصبع، وعن جد اكتبوا لي بالكومنتات وأنا متأكدة راح يكون كله رائع.
كانت معكم كوتش نينو. إذا أول مرة بتتابعوني ما تنسوا تضغطوا لايك وتكبسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. Love you.